السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن الساحرة الذهبية في أمراض الجلدية والتجميل والشعر اللي هي البلازما الغنية بالصفائح الدموية أو الـ PRP. كل أسئلتكم عن كيفية شغلها، تحضيرها، استخداماتها في الشعر والبشرة وعدد الجلسات هنجاوب عليه النهاردة. أنا الدكتور أحمد زهدي، أخصائي الجلدية والتجميل. اشتغل بطريقة خطوتين مع بعض. البلازما ذات نفسها بتبقى غنية بالهرمونات والمعادن والمواد الغذائية، أما الصفائح الدموية فمليانة عوامل بتساعد على تصليح الأنسجة، والاتنين مع بعض بيساعدوا على عدم شيخوخة الأنسجة وإصلاح الأنسجة الضارة. بدأت البلازما في السبعينات في مجالات الطب المختلفة، خصوصا العظام والجراحة العامة لعلاج القرح والمشاكل اللي بتحصل في التخصصين دول، ومؤخرا بدأ استخدامها في أمراض الجلدية والتجميل لعلاج مشاكل البشرة والشعر. بالنسبة للبشرة احنا بنستخدمها في علاج تصبغات الجلد والندبات اللي بتحصل نتيجة حب الشباب أو حصول حبوب من أي نوع في الأنسجة المختلفة، وكمان بتعالج النمش وعلامات تقدم السن زي التجاعيد البسيطة اللي بتكون موجودة عند الناس من سن الأربعينات. بالنسبة للشعر فاحنا بنستخدمها في الأمراض المختلفة زي مرض تساقط الشعر الوراثي، مرض تساقط الشعر المرضي، الثعلبة، وشد الشعر العصبي. وكمان في ناس ما عندهمش أمراض ممكن يحتاجوها، الناس اللي بتطلب إنها تتقل شعرها سواء كان الشعر العادي أو الدقن بتجيب معاهم نتائج مذهلة. ومن ضمن استخداماتها الحديثة الحقن تحت العين لإعطاء نضارة، وحقن الشفايف عشان تديها نوع من أنواع الملأ والتوريد. طبعا ما بياخدش وقت طويل زي حقن الفيلرز، بس بتجيب نتائج كويسة وطبيعية وأمنة. بناخد من حضرتك عينة من الدم، بنحطها في أنابيب معينة، وباستخدام جهاز مخصوص للموضوع ده بنفصلها، وبنقدر نحقنها في أماكن معينة احنا بنحددها خلال الفحص على حضرتك سواء كان في الشعر أو البشرة. الإجراء ده بياخد حوالي نص ساعة، وممكن نجدده كل شهر مرة في حوالي 7 أو 8 شهور، وبتبدأ نتائجها تظهر من الشهر الثالث أو الشهر الرابع. وفي النهاية يسعدنا تلقي أسئلتكم في التعليقات، وفي انتظاركم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.